معك دكتور بشير، ونحن نتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، فقد خلقت يعني حالة غير مسبوقة في العالم بشكل عام، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط كانت هناك حالة متوازنة إلى حد ما. من وجهة نظرك، كيف حافظت الدول العربية على المسافة الآمنة في هذه الحرب في مواقفها بين كل من موسكو والغرب؟ تحية لك أستاذة أميمة ولكل مشاهدي قاهرتنا الإخبارية عاصمة الخبر، وتحية للضيفين الكريمين. حقيقة الأمر إن الحرب الروسية الأوكرانية قد اندلعت في توقيت بالغ الحساسية. كانت الدول العربية للتو خارجة من أعياد جائحة كوفيد-19 بكل ما حملته في طياتها من آثار وأصداء اقتصادية بالغة القسوة على الاقتصادات العربية، علاوة على أن دول عربية عديدة كانت تعاني ولازالت من أزمات سياسية واقتصادية ومجتمعية شتى، ومن ثم اكتسب التوقيت أهمية بالغة في هذا السياق. كما تفضلت حضرتك في السؤال، الدول العربية برغم هذه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وبرغم صلاتها الوثيقة بطرفي النزاع بكل من روسيا وأوكرانيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي أيضا، لأن غالبية الدول العربية لها علاقات وثيقة مع الجانبين على مستوى التبادل التجاري، خصوصا في مجال الأمن الغذائي، القمح وزيوت الطعام، وكذلك في مجال حديد التسليح، وفي مجال التسلح أيضا هناك شراكات وتعاون في مجال التسلح ومجال الطاقة وغيرها. ومن ثم كان الاختبار صعبا وقاسيا على الدول العربية، خاصة وأن الولايات المتحدة أوجدت حالة من الاستقطاب الاستراتيجي وحاولت استقطاب الدول العربية إلى صفها في مواجهة روسيا في توقيت كانت روسيا تقترب من العالم العربي على صعد شتى، على صعيد التعاون العسكري والاستراتيجي، على الصعيد الاقتصادي والثقافي أيضا كانت روسيا تعيد التموضع مجددا في العالم العربي والشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة السمراء. الدول العربية تعاطت مع هذا التحدي بحكمة الحقيقة كانت تبعث على الاطمئنان، لأنها استطاعت أن تتموضع في مساحة جيدة للغاية، حافظت على علاقاتها الوثيقة مع الجانب الأوكراني وكذلك مع الجانب الروسي من دون أن تخسر الولايات المتحدة الأمريكية. وانعكس ذلك في المواقف السياسية للدول العربية، وربما للمرة الأولى نجد حالة من شبه الإجماع العربي في الموقف باستثناء سوريا التي أيدت بشكل واضح العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. نجد أن الدول العربية تبنت موقفا أقرب إلى الحياد الإيجابي بدون أن تخسر أي من الأطراف، صوتت مع مشروع قرار رفض دخول دولة إلى أراضي دولة أخرى أو استخدام القوة ضدها، لكنها تحفظت على العقوبات المفروضة على روسيا خاصة من خارج الأمم المتحدة، إذ أن روسيا تتمتع بحق الفيتو كما نعلم، وقد أجهضت قرارات بهذا السياق، ومن ثم اضطرت الولايات المتحدة إلى التحرك من خارج مجلس الأمن الدولي، وهنالك كان الموقف العربي واضحا باعتبار أن أي عقوبات خارج مجلس الأمن الدولي والمنظمة الدولية لن تحظى بالدعم العربي. لذلك يمكن القول إجمالا أن الدول العربية برغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية استطاعت أن تخرج من هذه الأزمة بإدارة متوازنة للتعاطي معها بحيث لم تخسر أي من أطرافها. نعم. وإن تأثرت الدول العربية اقتصاديا بشكل كبير جراء هذه الأزمة من حيث السياحة والأمن الغذائي وغيرها. نعم.